السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. لازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. وكنا بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن مسألة الإيذاء والاعتداء، مسألة الإيذاء والاعتداء اللي هو كون الطفل يعتدي على حد غيره أو يؤذي حد غيره. بدأنا بالإيذاء أو الاعتداء اللي هو خاص بالإنسان، وحتى هنتناول كمان لو مارس الإيذاء أو الاعتداء حتى على الحيوان. طيب، وكنا ختمنا المرة اللي فاتت بحديث سيدنا معاوية ابن سويد ابن مقرن اللي حكى فيه موقف حصل معاه. هو هيحكي بقى موقف حصل معاه هو غلام، فهو بيقول لطمت مولا لنا، يعني خادم عندهم، فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي. وقلنا هنشوف ازاي سيدنا سويد ابن مقرن هيعالج الخطأ ده اللي وقع فيه سيدنا معاوية. قال فدعاه ودعاني ثم قال. نشوف بقى. طبعا بعضنا في موقف زي كده لو ابنه اخطأ، اولا يعني للأسف الشديد بعض الناس لو ابنه ضرب مثلا واحد ضعيف ولا غلبان عادي ما ضربه، يعني ابنه ضرب الخادم عادي يضربه يلطش فيه ويعمل ويفتري عليه عادي خالص. لو ضرب مثلا واحد ابن حد من الجيران اللي هم الناس الضعفاء او البسطاء عادي، يعني لو ضرب، لو هو مثلا بيدلله ليه ما كان عنده مثلا وهو ولده مثلا ما بيحبش البنت قوي او مش مهتم بيها وضرب اخته، فعادي يعني ما يسألش. ابتداء لازم نتعلمه ابتداء ان احنا ما نمررش الاعتداء. يعني احنا بنقول مرارا وتكرارا في حاجات كتيرة تخص الاطفال ممكن نمررها وحاجات نقف معاها، وكلمنا الكلام ده كلمة على التغاضي والتغافل. فابتداء ما يمررش، ما نقولش بقى لا خلاص هو يا عم عادي هديها مش مشكلة ده عيل صغير وعيال، لا ما تمررش. وطالما اعتدى او طالما تجاوز حده، طالما اذى، يبقى الامر لا يمرر. ادي دي اول لقطة. فهو دعاه ودعاني. النقطة الثانية، احنا لابد يكون عندنا ثبات انفعالي عشان نمارس عملية تأديب، نمارس عملية تهذيب، ما يبقاش مجرد ردة فعل وخلاص. فبهدوء، يعني لازم الامر يبقى كده بهدوء، ويبقى لابد يكون في حوار اعطاء كل ذي حق حق. دي المسألة الثانية، ان برضو ممكن بعض اولياء الامور لما يحصل حاجة كده مثلا من ابنه او بعض المعلمين او المعلمات، واول ما يشوفه تعالى وانت عملت وانت وديت ومش عارف ايه وجبت لنا مشاكل، يعني في اوقات كتير اصلا ممكن ما يبقاش زعلان ان ابنه مثلا اعتدى على حد، او ان هو مش متضايق ان الولد ده اعتدى على زميله. اللي متضايق منه انه شكله بقى وحش، ان هو كانه مثلا بدا ان هو مش قادر يسيطر عليهم ولا مثلا هم بيحترموه، ده اللي ممكن يضايقه في المسألة كلها. المهم يعني، فسيدنا معاوية بيقول ان سيدنا سويد بن مقرن اللي هو والده يعني دعاه. ودي بقى اللقطة التالية، ان انت لما يكون في طرفين، طرف معتدي وطرف معتدى عليه، لابد ان يقعدوا قصاد بعض. يعني انت ما تسمع ده وتسمع ده، لازم يبقى هنا لازم اصل مهم هيستصحب العدل، اصل العدل، وان الولد يفهم. لا مش هقول له لا ده ضعيف او ده خادم، اصل ده كذا، تعالى يا حبيبي انت عملت كده ليه، ما تعملش كده وكده غلط، وروح اعمل كذا وانا بكلمه، حتى مش محترم ده ان هو يبقى خصم اصلا. لا، فدي مسألة مهمة جدا، وده مطلع علاج المشكلة. ان احنا مش بس عايزين نعالج المشكلة عند المعتدي، عايزين نعالج المشكلة عند المعتدى عليه. انا ما بتكلمش على التعامل حتى مع الطفل المعتدي، التعامل مع الطفل المعتدى عليه، مش مع الطفل المؤذي، الطفل المؤذى. لان ده ممكن يبقى ابنك وده ممكن يبقى ابنك، ده ممكن يبقى ابنك وده ابن صاحبك، ده ممكن ابن صاحبك وده ابن صاحبك، ده طالب عندك وده طالب عندك، والاثنين بتحبهم، ده طالب عندك وده طالب عندك. فالشاهد اللي اقصده ان احنا لازم برضو نحاول نفهم دي ونفهم دي. فبابتداء العدل، الطرف ده قصاد الطرف ده، دي النقطة الثالثة. ثم قال، هيقولي بقى النقطة الرابعة، القصاص. ده اصل كبير في الاسلام، كل واحد ياخد حقه. فقال امتثل منه.
جاء قال للولد ده هو اللي هو المعتدي عليه المؤذى، قال له امتثل منه. شوف الجمال بقى، ان انا النهارده اقتص للخادم بتاعي من ابني. انا النهارده مثلا للاسف الشديد بعض المعلمين والمعلمات بيبقى بيحابي ابنه او بيحابي الطفل اللي الشاطر او بيحابي عذرا حتى الطفل اللي مش عارف بياخد عنده درس ولا ممكن ينتفع من وراه بحاجه تخص ابوه وامه يعني، وبيحابيه على حساب غيره. فقال امتثل منه، ده قصاص، ودي ده حق يعني، يعطي كل ذي حق حق. فقال امتثل منه ده، وحق الامتثال ده مكفول. انا النهارده وصلت رساله للولد المعتدي انه الامر ما هيمرش مرور الكرام، ووصلت رساله النهارده لهذا الشخص المؤذي ان هو لا لازم هيحاسب على فعلته، وان المساله مش هينه. وفي نفس الوقت المعتدى عليه او المؤذي، انا اولا وصلت له رساله ان انت حقك مش رايح، والنقطه الاهم ان انت يوما ما لو عملت كده هتتحاسب الحساب ده، اهو يقع الامر ده. فده ده 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 مساله مهمه، لان بعضنا بيقول يا عم عادي ومش مشكله ودول اخوات. لا، صغير كبير، لا ما دي ده لابد ان ده امتثل منه. دي كانت النقطه الرابعه. النقطه الخامسه، ويمكن هي مش واضحه قوي هنا بس برضو يعني لعل اللي حصل يذكرنا بيها، ان احنا نحضهم على العفو. يعني انت تحب تعاقبه مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، وانت لو غلطت مره جايه هعاقبك. خصوصا بقى ان الاطفال في الغالب ما بيبطلوش يعني خناقه، ما بيبطلوش مشاكل، وده احيانا ليه حق على ده، احيانا ليه حق على ده. بس ممكن تقول له طب ما تعفو عنه مش عارف ايه، فليعفو وليصفح، ومش عارف انت تحب اكتر، ايه رايك في العفو؟ فاحنا نرغبه في العفو، نحضه على العفو عشان نعوده على هذا السلوك، وخصوصا اذا كان الطفل ده يعني او يعني هو يحبه او بينهم علاقه، والاطفال كثيرا يعني ما تتشاكس يعني. في اوقات يعني ممكن يلجأ لحاجه تانية. يعني انا اذكر ان مثلا انا في نفسي في فتره مارست مع اولادي القصه دي، ان مثلا الولد ده ضرب الولد ده، او الولد ده ضرب البنت من بناتك مثلا، ابنك ضرب بنتك، فتيجي تقول طب لا ثواني بقى، انت دلوقتي ليها عليك غلطه، او انت اخطات في الشيء الفلاني كده خطا، انت ليك عنده واحده يعني خلاص، لو انت عملت غلطه تانية يبقى راحت قصادها، لو ما عملتش غلطه تانية وهكذا. انا اقصد مساله المسارعه برضو، بان ده نيجي ده يضرب ده وده يضرب ده، يعني مساله برضو حضهم على العفو او حضهم على التجاوز، او ان برضو ما نقعدش نقف مع الموضوع كتير، ضروري عشان الدنيا تمشي، لان صعب خصوصا لو ما كانتش حاجات ضخمه يعني. طيب ايه اللي حصل؟ فعفى يعني هذا المؤذى او المعتدى عليه الغلام، عفى. دي كانت النقطه الخامسه. ثم قال ابي، دي بقى مساله مهمه، اما علمت ان الصوره محرمه؟ انت ما علمتش ان انت كونك تلطمه على وجهه او ان انت تفعل فيه ده محرم؟ اما علمت ان الصوره محرمه؟ انت ما علمتش كده؟ ودي بقى مساله مهمه جدا، ان هو احنا عايزين دايما نربط الامور بالوحي، بالشريعه، بالدين. النهارده الولد ده اللي هو اعتدى يفهم، وده برضو مساله مهمه جدا، يعني ما تقولش مش كده عيب، ده سلوك ولد محترم، ده مش، طب ليه عيب يعني؟ معلش يعني انا كنت بتكلم مع مجموعه شباب يعني في السن اللي هو بتاع من 13 ل 18 ده، فكنت بقول لهم ايه مشكله مش عارف الخمر، ايه مشكله مش عارف الميسر، فاصل بتذهب العقل. لا، قلت لهم اكبر مشكله في الحرام انه حرام، يعني اكبر مشكله في الحرام انه حرام، يعني ان اكبر مشكله في الحرام ان ربنا حرمه، اكبر مشكله في الحرام ان ربنا لا يحبه، ان ربنا يبغضه، دي كافيه بالنسبه لي، فضلا بقى انه بيذهب العقل مش عقل القصه دي. احنا عايزينه يعظم الحرمات، زي ما بيعظم الشعائر لازم يعظم الحرمات، ده حرام حرام، يعظم الحرام. ففكره برضو انه مش المساله ما تبقاش ماشيه بالعيب ولا ماشيه مش عارف بالاعراف، لان الاعراف دي بتتغير اصلا، انما الشرع مش بيتغير. وبرضو يفهم ان انا كنا دايما مره تكرر نقول لاولادنا الاسلام نظام، الاسلام نظام، نظام حياه، نظام بيضبط حياتي كلها، بيضبط افكاري وتصوراتي، بيضبط افعالي وتصرفاتي، بيضبط كلامي ومصطلحاتي، بيضبط كل حاجه، يعني كل حاجه، مشاعري وانطباعاتي كل حاجه بيضبطها اصلا الاسلام. فيبقى فاهم ان لا احنا دي بقى لقطه، ان انا عملت ده ليه ومن ايه وايه السبب. فمن الضروري جدا بيان الحكم في الشريعه، من الضروري جدا ربط الامر بالدين، من الضروري جدا ان انا اعزف على وتر، ده برضه مهم. مش هو دي بقى نقطه سادسه مهمه، احنا هنتعلم نقطتين هنا من سيدنا سويد بن مقرن. النقطه الاولى هنتعلم نقطه ان ربط الامر بالدين وبالوحي، وان نفهمه ان اقوى دافع واعظم دافع
على الانزجار عن هذا السلوك السيء هو انه حرام وان ربنا لا يحبه وان ربنا نهى عنه. والنقطة التانية ان احنا ما نكتفيش بمجرد ان خلاص خد حقك، لا لازم بقى ايه نعمل ايه؟ لازم نعظه ونذكره ونزجره بالنصوص. دي مسألة مهمة، لان لازم يكون اللي في راسنا مش مسألة الموقف وعدة، لا ان هو ازاي يحصن، يعني ان هو ما يقعش في الكلام ده تاني. لما خلاص هيعمل كده وبعد شويه هيعمل كده وبعد شويه، وده احنا للاسف امر بنغفله. طيب سيدنا سويد بن مقرن هيبدا كمان يحكي له موقف عشان برضه يفضل الموقف عالق في ذهنه والصوره عالقه في ذهنه ويدرك قد ايه المساله دي. ولذلك خدوا بالكم دي بقى مساله في غايه الاهميه. انت ممكن مثلا ابنك ده يخطئ وابنك في حق ابنك التاني انت تمرر الموقف وما تكلموش وتعظه او تبين ليه موطن الخطا فين او تحاول انت تعالج المشكله عشان ما يقعش في نفس الامر ده تاني. بيحكي سيدنا سويد بن مقرن بيقول: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن. احنا كنا سبعة من بني مقرن، انا كنت واحد منهم. ما لنا خادم الا واحدا، ما عندناش الا خادم واحد. لطمها اصغرنا، اصغر واحد فيهم جاء لطمها، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. شوف هو اللي كنت بتكلم عنها من شويه في عذرا في الحلقه الماضيه، اللي هي ان ازاي فكره ان تعظيم مساله ايذاء الغير او الاعتداء على الغير، ان مجرد انه لطمها فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. انت كده لازم انت فاول حاجه في القصاص او في ان حقه يترد له، ويترد له كمان بزياده، ان انت هذا الايذاء البدني لا هيبقى قصاده حاجه ضخمه مش حاجه سهله اصلا، وانت تعرف انك هتخسر حاجات بما انك انت وقعت في الكلام ده والامر ما هيمرش وخلاص. فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. طيب شوفوا بقى، قالوا: ليس لهم خادم غيرها. انا ما عندهمش غيرها وهم سبعه ومحتاجينها جدا. طيب قال لهم خلاص بقى مش مشكله طالما ما لهمش غيرها. قال: لا، فليستخدموها، فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. لا مش بس هي خلاص ممكن، ايوه عشان الظرف ده دلوقتي يستخدموها، بس اول ما يستغنوا عنها ايه؟ يخلوا سبيلها. تمام؟ تعلمنا من سيدنا يعني سويد بن مقرن مجموعه حاجات مهمه في رايي ان ابرزها يعني ممكن نكون حاضره في دماغنا فكره القصاص، وحاضره في دماغنا فكره ان اعطاء كل ذي حق حقه، والحوار وان الامر يعالج بهذا الهدوء، وان فعلا احنا في تعليم وتقويم، احنا يعني احنا مش عايزين نعذب، وان احنا عايزين نحل المشكله. هو ده التاديب، هو ده التهذيب على الحقيقه، يعني مش فكره التعذيب. بس لعل في رايي ان ابرزها مساله البيان اللي حصل، بيان الفعله دي قد ايه خطيره وقد ايه شنيعه وما ينبغي انها تفعل، وان احنا نحكي له موقف ونوجهه توجيه ونقول له عشان ده يفضل حاضر. ولذلك سبحان الله بالجميل شفتوا ان ازاي ان الصحابة بيستعملوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ان هم يربوا عيالهم، وده اللي احنا مقصرين فيه جدا. عشان كده انا كنت بقول يعني لما قلنا في هذه السلسلة الكريمة والحمد لله وبشركم يعني انها نزلت خلاص في كتاب مطبوع اللي هو اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية، النصوص اللي احنا استعملناها كلها وكلمنا عنها كلها في السلسلة دي، ازاي ان احنا النصوص دي تبقى حاضرة عندنا، احنا نفسنا نسمعها ونقراها ونفهمها ونتفهمها كويس عشان تبقى حاضره عندنا، عشان نستعملها في بناء ابنائنا، نستعملها في بناء طلابنا، نستعملها واحنا في الاطفال اللي بنتعامل معاهم، ان احنا دايما هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتم استعماله، لانه فعلا خير الهدي واكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من الحاجات المهمه كنا اشرنا كده في كلام سيدنا سويد بن مقرن او في الموقف اللي حصل ما بين سيدنا سويد بن مقرن وابنه معاويه هو والخادم، اشرنا لمساله العفو، ودي يعني مساله في غايه الاهميه. انا دي حاجه بهمس بيها في اذان الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات، وفي نفس الوقت هي حاجه احنا ينبغي نربي عليها برضو ابننا. يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كنا قلناه في الحلقه قبل الماضيه، فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة. وإحنا قلنا ساعتها لو تذكروا حضراتكم إن المراد الكثرة، يعني لا العدد تحديدا، مش المراد العدد، فكم أعفو عن الخادم. فإحنا عايزين نوطن طفلنا برضو على إن أنت مش كل ما مثلا ما يبقاش سلوكك إن مثلا أخوك أخطأ تضربه، أختك أخطأت تضربها، يعني في حاجة اسمها العفو، في مفهوم اسمه العفو،
ان انت تعفو ليعفو الله عنك، تسامح ليسامحك الله، تغفر ليغفر الله لك. يعني ماشي، هو ليه ضوابط بقى انه ما يكونش مثلا ضعف، وان حد مش عارف بيفتري عليه وبيعمل ويودي، مش ده الشاهد. انا بتكلم على الصوره العاديه الحاضره على طول الخط، فنربيه على دي. ونربيه مش معنى ان هو ضعيف او كذا، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احرج عليكم حق الضعيفين، يعني الضعفاء نفسهم. النبي قال انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم واخلاصهم، قال ابغوني في الضعفاء. مش معنى انه ضعيف ان هو خلاص بقى يعني احنا نعيش حياتنا ونعمل فيه اللي احنا عايزينه وهو كلام مباح، لا، يعني لابد ان هو يوطن على دي. ولذلك برضه هي فكره ان هو الطفل ذاته يتربى على مفهوم العفو. انا بقول ان انا لما ابني بقى بيشوفني انا بعفو عنه وبسامحه، هو هيعفو ويسامح اخوه، يشوفني بعفو وسامح امه، وامه بتعفو وتسامح ابوه، يعني والمعلم ده بيعفو ويسامح المعلم التاني، والمعلمه بتسامح المعلمه التانيه، هيبدا ده يبقى بالنسبه له سلوك. وذكرنا حتى الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمرو، ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي خادما يسيء ويظلم. اهو يعني ده بقى مش يعني يمكن قال كم اعفو، لا، ده بيسيء وبيظلم، فهو مستحق للعقوبه، مستحق للضرب، افاضربه؟ قال تعفو عنه كل يوم 70 مره، تعفو عنه كل يوم 70 مره. فشوف بقى انت النهارده ابنك هتعفو عنه كم مره، ووطن الولد او وطن البنت على المساله دي. فدي حاجات احنا ممكن نستعملها في 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 زي ما بنقول دايما في الايه، في النزع والزرع. احنا ننزع منهم سلوك ما ونزرع فيهم سلوك ما. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قال، نشوف بقى موقف تاني حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، علشان اللي كنت اشرت اليه في الحلقة الماضية في مسألة الاعتداء او الايذاء، مسألة الميزان. واحنا ممكن نحكي الموقف ده لطفلنا ونقول له طيب حط نفسك في الموقف، انت لو انت قمت اعتديت هو على حد او ظلمت حد، شوف ايه اللي هيحصل لك. وانا ك ك ك كاب او حركة ام، انا كمعلم حركة معلمة، نحط نفسنا في الموقف ده. طيب ايه اللي حصل؟ سيدة عائشة بتقول قعد رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هيجي يسأل النبي، ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. طيب دول اولا بيعملوا عنده خادمين او يخدمونه، يكذبونني ويخونونني ويعصونني، بيقول له يكلمه يكذب عليه. طيب ويخونه، يأتمنوا على شيء يخونه، ويعصونني وكمان بيخالف امري. طيب بالنسبه لنا احنا، انا بسال سؤال، بسال حضرتك وبسال حضرتك، لو انا عندي الشخص ده، انا عندي الطفل ده وعندي الشخص ده وعندي الانسان ده وعندي الخادم ده موجود عندي كده وبيعمل الحاجات دي، انا هسال عنه اصلا؟ يعني انا هروح اسال هو حرام ولا حلال ان انا بضربه؟ حرام وحلال ان انا بعمل فيه كذا؟ لا، انا اشوف مستحق لكل عقوبه. لذلك انا بقول دايما للاباء والامهات النهارده، بقول للمعلمين والمعلمات، الولد اللي انت بتقعد تنزل فيه وتعمل فيه وتودي فيه ده، هو مهما كان مش هيوصل للصوره دي. نفهم ابننا، نفهم بنتنا، ان انت قمت ضربت صاحبك، ضربته ليه؟ ضربت الولد ده، ضربته ليه؟ اعتديت على فلان، اعتديت ليه؟ عشان بيعمل ويعمل، هو عمره ما هيكون عمل زي الحاجات اللي بيحكيها هذا الصحابي الجليل. طيب المهم بيقول، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يكذبونني ويخونوني ويعصونني، طيب وبتعمل ايه؟ واشتمهم واضربهم. يعني انا بقى يعني بضطر اعمل كذا. انا بقول بعضنا ممكن يشوف نفسه مضطر عادي، ولذلك حتى دي لازم نوطن الولد عليها. يقول ما هو اصل هو ضايقني. لا، لما يجي يفتكر الموقف ده بقى، مش ده مجرد انه ضايقك، اصله مش عارف قلت له هكذا ما رضيش يدهولي، اصل خدت البتاع بتاعته فزعق فجيت ضربه. يعني ده لا، ده هو انت كمان يعني هو هذا الصحابي الجليل له الحق عليهم. طيب مهم، قال فكيف انا منهم؟ طيب تتوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه؟ او لو انت كأب دلوقتي، حضرتك كأم، انت كمعلم، حضرتك كمعلمة، وجاء واحد بياخد رأيك في الكلام ده، انت هتجيب بايه؟ هتقول له ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك. طيب هو هم خانوك وعصوك وكذبوك، ده الحساب. الحساب ده خدوا بالكم الاهم، ان مش الحسابات، انا مش وزن وحجم الخطا عندنا، الاهم الحساب ده عند ربنا ايه وكام، هيتحسب وليكن سين. طيب وعقابك اياه يحسب صاد، وبعدين وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. الله، يعني ده يتقدر بأنه مثلا 10، وده يتقدر بأنه 9،
يعني خيانتهم وكذبهم ومش عارف ايه يقدر بانه 10، وده يقدر بانه 9 اللي انت عملته في مواجهة الكلام ده، يبقى اذا ليهم واحد هياخدوا حقهم، هياخدوا حقهم مني رغم ان هم عاملين وهم اللي بادئين وهم السبب وهم اللي يستحقوا الكلام ده كله. الامور كده عند الله. دعوكم من حسابات البشر، دعوكم من موازين البشر. احنا يوما ما سنلقى الله ونحاسب، وما فيش حد يغني عنك من الله شيء. مهم، او العكس، ان هم يكون دلوقتي اللي هم عملوه ده هو ب15، يعني دلوقتي لو هم عملوا ب10 وانت ب9 يبقى ليك واحدة عنده. لو اللي انت عملته ده يساوي 10 وهم اللي عملوه ده يساوي 8، هم اليوم 2 عندك. المهم يعني، وهكذا. اعتقد المسألة مفهومة. طيب لو انا او انت مكان الصحابي ده، لو حضرتك مكان الصحابي ده تعمل ايه؟ بعضنا هيقول لا يعني مش الدرجة دي يا رسول الله، لا انا صراحة مش شايف انه يعني اصل مش عارف. واحنا بعضنا للاسف شديد يعني ممكن بيعمل كده، لما نيجي نكلمه مثلا في حاجة مش عارف ايه، اي ماشي جزاكم الله خير بس يعني مش الدرجة دي، الموضوع مش كده يعني بلاش، بس حاسس انت لا اصل انت مش فاهم، معلش معلش براحتك، قول براحتك، قول براحتك، مش مشكلة. يعني بعضنا ممكن ما يتقبلش اصل الامر. لذلك حتى يعني ربنا يقول ايه؟ قل فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون ايمانا كاملا، وربما كمان عند البعض اصلا ما ينعقدش اصل الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن القيم حتى كان تعليقه على الايه دي يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول دي مرتبه الاسلام، يعني المسلم المسلم يعني عنده دي على الاقل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، يقول دي مرتبه الايمان مرتبه اعلى، ويسلم تسليما مرتبه الاحسان. فده مطلوب، يعني مطلوب انت ان انت تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات اللي تختلف فيها مع غيرك، ولا تجد في نفسك حرج من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم له تسليما. هي القضيه يعني فكره وما كان المؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، يعني دي ان دي تكون حاضره في قلبك. يعني بعضنا للاسف الشديد ربما يعني اصل مش لازم يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم انت تختلف مع فلان او تختلف مع الطفل او اللي انت عملته او كذا او حد يقيم تصرفك، مش لازم يعني ان النبي يقعد بنفسه بابيه وامي صلى الله عليه وسلم ويقول لك خلاص ما هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من اين جاء هذا الحكم؟ هنشوف. لان اللي عمله سيد النبي صلى الله عليه وسلم ده كانه بيان عملي، بيان علمي حتى للايه اللي هي هنتكلم عنها بعد شوي. قالت فتنحى الرجل، عملي بقى، تنحى مغضبا من رسول الله، تنحى وقال براحتك يا رسول الله. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، زي احنا يعني عندنا كده بقى اي واحد عمال يعني شعر انه في مشكلة. شوف الانسان بقى لما بيشعر، لما بيحس، لما تبقى اخرته شغلاه، لما بيبقى فعلا يعني الموضوع فعلا شاغل راسه قوي. فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في الحاله دي رد بين المساله كامله، قال ما تقرا كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. لذلك انا حتى قلت يمكن في الحلقه الماضيه لما نفسهم قال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر منك على هذا الغلام، ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، دي ان دي تستحضر هنا بقى، استحضر دي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. الموازين نفسها وصفت، الموازين وصفت بالقسط، مش الموازين المقسطة اللي هي العادلة، لا ده وصفت بالمصدر، يعني ما فيش ذرة ظلم، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. استحضر دي، استحضر ان الموضوع مش على حساباتك انت، لان دايما انا خطأي في عيني في الميزان بتاعي صغير، وخطأ غيري في الميزان بتاعي كبير جدا، ببقى متوهم دايما او متصور المسألة كده. طيب انتهى الموقف، لا 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 لا، حطوا نفسكم مكان الصحابي ده، هتتصرفوا ازاي؟ بعد يقول خلاص بقى ان شاء الله ربنا يسامحني وخلاص على اللي عدى، انا بقى ما كنتش عارف او عادي، او يقول لا 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 هو الحمد لله كده اكيد انا في امان، يعني هم انا اكيد لي عليهم. البعض يقول خلاص يعني لا ماشي ماشي انا ممكن ما اعملش او كده يعني، بس ههدى شويه، احاول اهدي شويه او اقلل من الامر يعني.
طيب ممكن حد احسن حاجه يقول لا 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 خلاص بعد كده انا مش هعمل كده تاني خالص، انا مش يعني انا خليني في الامان. طب اللي فات هنعمل فيه ايه؟ أو ممكن يكون ليهم عليا. فده يعني انا كنت دايما بحكي الحديث ده وبضرب مثال بيه، ان الصحابه كانوا حريصين على تامين اخرتهم ايا كان الثمن، تامين اخرتهم ايا كان الثمن، مش مهم اللي هيخسره في الدنيا بس ما يخسرش حاجه في الاخره. من النهارده الامر سهل وهين ان انت تخسر من مالك او تخسر من وقتك او جهدك، ان انت تتغاضى عن حقك وتنزل عنه، انما المشكله ان في الاخره لو انت عليك حق هيبقى الموضوع صعب قوي، مش هتعرف ساعتها يعني هتعمل ايه. الناس دي فعلا كانت يعني عندها حكمه عجيبه، عندها بعد نظر. هم دول الناس عندهم بعد نظر فعلا، ناس فعلا متفكرين في العواقب متدبرين فيها، بيشهدوا الحاله دي، بيشهدوا الاخره، عندهم يقين فعلا في الاخره مش مجرد كلام وخلاص. انا وانت عارفين ان فيه وهيحصل وحساب وموازين قسطه، موازين قسط دي معلش انت ممكن يكون الخصم فيها ابنك، مراتك، ممكن يكون الخصم ده اختك، الخصم ده امك، الخصم ده ممكن يكون الطفل اللي انت بتعلمه، الخصم ممكن يكون الطفل اللي حضرتك بتعلميه او الطفل اللي حضرتك بتعلميها. يعني الموضوع مش هين. انا والله مش بهول من الامر، يعني عارفين لو انا بحكي تصوراتي، ما دي ده الجميل في الوحي، ان الوحي زي ما قلنا فيه الامان والاتزان. يعني امن كلام امن تماما تماما ومتزن تماما، انا يعني مش لا في بقى افراط ولا تفريط. انا يعني مسائل من النوع ده احنا في عنا احنا بنهونها او بنقزمها، لكن هي فعلا هي مهوله ومضخمه في مش مهوله يعني بتجاوز حد، ده حجمها طبيعي. طيب عمل ايه الصحابي؟ فقال الرجل والله يا رسول الله ما اجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، اشهدكم انهم احرار كلهم. سبحان الله، شوفوا خسر من ماله في الدنيا او خساره تخص الدنيا بس ما يخسرش حاجه في الاخره. تأمين الآخر، تأمين الآخر، يعني دي مسألة في غاية الأهمية. طيب عندنا برضو مواقف تانية فيما يتعلق بهذا برضو الإيذاء، ويمكن إحنا حكينا يعني جزء كبير من المواقف دي لما تكلمنا عن معاملة الخادم أو التعامل مع الخادم. بس هنا أنا بدي حضرتك صورة مش بقى الخادم بس أي طفل، يعني بدي حضرتك صورة إن الاعتداء ده لو حصل من 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 الطفل إزاي يعالج؟ يتفهم الموقف ده ويتحكي له وتقال له تعالى حبيبي بص انت اعتديت على صاحبك ده ليه؟ عشان هو اصله ضايقني ومش ضايقني، بص اللي هيحصل يوم القيامه ان هيبقى في ميزان، والميزان ده فيه. طب انت تقدر تعرف ان انت هيبقى ليك ولا عليك؟ تقدر تقيس انت خطاك اكبر ولا خطاه اكبر؟ طب ليه ما تخليك في الامان؟ يعني هذا اللون من المحاوره والفهم حتى ده لما يتغرس فيه من هو صغير هو يخرج يعاف الظلم، يعني بيبغض الظلم، يعني ان هو فعلا يقبح لديه الظلم، يقبح لديه الاعتداء على غيره، لان هو مفطور على انه لا يحب الظلم ولا يحب الاعتداء ولا يحب الاذى، هو مفطور على كده اصلا. الحاجات دي زي ما قلنا هو اكتسبها في الغالب من البيئه. والاهم من كده ان انا عمليا اصدر له الصوره دي، ان انا عمليا اقدم له النموذج ده اللي هو شخص لا انا مش قابل الصوره دي، انا مش هعمل كده، يشوفني انا بمارس السلوك ده. وقلنا مرارا وتكرارا ان الافعال والاحوال ابلغ ملايين المرات من المزاعم والاقوال. طيب نشوف موقف تاني حصل. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى سيدنا عليا غلاما، هو يعني حديث احنا حكينا قبل كده لو تذكروا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجع من خيبر اعطى سيدنا علي غلاما وقال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وأعطى أبا ذر غلاما آخر فقال استوصي به خيرا، ثم قال يا أبا ذر ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. طيب نقف مع الموقف ده كده تحليلا. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا علي الغلام فقال خذ هذا ولا تضربه. يعني سبحان الله، انا بقول النهارده انت ابنك اللي عندك في البيت ده منه من الله، دي هبه من الله، عطاء بلا عوض ولا غرض، يعني عطاء منه من الله، احنا مش مستحقينها. ربنا قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هبه. الاطفال دول هبات من الله سبحانه وبحمده. ابنك اللي عندك ده، بنتك اللي عندك دي هبه من الله، منه من الله، نعمه من الله سبحانه وبحمده. هذه النعمه التي لديك ربنا قال خذها، خذه ولا تضربه، خذه ولا تؤذيه، خذه ولا تعتدي عليه.
بل والله الذي لا إله إلا هو. النهاردة أنا كمعلم الولاد اللي جايين دول رزق، رزق ساقه الله إلي، والله دول ممكن يكونوا أنفع لحضرتك من كل أموال الدنيا، وهم أبقى لك يعني سبحان الله. يعني هذا الولد أو ولد صالح يدعو له، ممكن ما يبقاش ابنك حتى من النسب، ما ابنك من النسب ما يذكركش أصلا، ممكن الولد ده يبقى فعلا علم ينتفع به، صدقة جارية، يعني ولد صالح يدعو له، ممكن يحصل فيه ده كله ده. فرزق، انت جالك النهارده 10 اولاد بتعلمهم، ده رزق من الله. انت جالك 10 بنات تعلميهم او جالك 10 اولاد صغيرين، ده رزق من الله سبحانه وبحمده، منه من الله نعمه. فانت الله اعطاك النعمه دي، او ربنا اعطاك النعمه دي، قال خذه ولا تضربه، خذ هذا ولا تضربه. او قال لي انا كاب خذ هذا ولا تضربه. ولا تضربه يعني دي صوره الايذاء، ما تؤذيهوش، ما تعتديش عليه. طيب وخصوصا بقى، وخصوصا فاني قد رايته يصلي مقبلنا من خيبر واني قد نهيت عن ضرب اهل الصلاه. الله اكبر. النهارده خصوصا لما يبقى ابنك ولد كويس بيصلي، الولد جاي في حلقه القران، الولد داخل المسجد، يعني في المسجد ويحصل ويضرب ويفعل ويفعل فيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو خادم ويعني عادي هيخطئ وهيحصل ومش عارف ايه ويكلف المهام، قال لا 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 تضربه اني قد نهيت عن ضرب اهل الصلاه. يعني إيه؟ حتى بعض الناس بتحتجب مش عارف بان اصل فلان عمل وفلان قال وفلان كذا، يعني لا يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي احد. لا يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم باي احد، بهدي اي احد. حتى ما تبقاش الصوره بالشكل ده، يعني ممكن تلاطف ابنك تقعد تلعب تخبطه كده يخبطه شويه عشان خاطر ايه؟ ان هو ينبسط. كان ده روي عن بعض الصحابه ان هو اني اضرب يتيمي او اضرب غلامي لينبسط، بيضربه اللي هو من الملاعبه عشان ينبسط كده معاه ويبقى يعني لون من يعني من التبسط معاه والمخالطه، انما مش فكره ان هو بيضربه بيعذبه، ده هو بيضربه بيلاعبه، مجرد ملاعبه. طيب المهم، فدي مساله مهمه لازم نستحضرها، وهي خذ هذا ولا تضربه. انت تستحضر النعمه دي من الله، ان انت تتخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى حضرتك الولد ده في الحلقه وقال لك خذ هذا ولا تضربه، ادى حضرتك الولد ده في الفصل وقال لك خذي هذا ولا تضربيه، اداني انا كاب الولد ده او البنت دي وقال خذ هذا ولا تضربه. يبقى دي مساله مهمه، وخصوصا وخصوصا يعني ان احنا نعظم الصلاه ونعظم ايمان الطفل ودينه وخلقه الحسن، لابد ان يعظم ذلك. طيب دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب. في غلام تاني اداه لسيدنا ابو ذر، وقال لسيدنا ابو ذر ايه؟ قال استوصي به خيرا. لان الامر بقى ابعد من ايه؟ من مسألة ان هو يضرب او ما يضربش. قال استوصي به خيرا، انا عايزك يعني ايه يعني سبحان الله. دي برضو دي وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاطفال. النهاردة ابنك عندك استوصي به خيرا. النبي حتى يعني من اخر ما قاله الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. النهاردة انا ابني النهاردة ده في حكم من ملكت يميني، الخير اللي عند حضرتك، زوجتك، بنتك، الاولاد اللي عندك في الحلقه في حكم ملكه يمين، انت بتملكهم، تملك امورهم. وان كان مقصود بها طبعا يعني الخادم او غيره، بس اقصد ايه او العبد او الجاريه. وحتى النبي ما قالش بيقول عبدي وامتي، يقول غلامي وجاريتي او غلامي وفتاتي. المهم فالشاهد ايه؟ ان اللي عندك غلامك ده او فتاتك او غلامك او جاريتك هو ده انت ابنك في نفس الحكم، الطالب اللي عندك في نفس الحكم، زوجتك نفس الحكم، بنتك نفس الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما ملكت ايمانكم هو في الرمق الاخير. يعني فبعد تاني ان انت النهارده تتصور ان الولد اللي جاك الحلقه ده كان النبي اداهولك ولا تستوصي به خيرا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني هو ده دول كلهم النبي واولى بمؤمنين انفسهم وازواجه وامهاته. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم احنا بالنسبه لنا يعني علاقه بين علاقه الاب، تلك العلاقه الوالديه. انا لكم كمثل الوالد لوالديه اعلمكم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فسلمك الطفل ده، سلم حضرتك الطفل دي، سواء انا اب او حضرتك ام، سواء انا معلم حضرتك معلمه، احنا وقيل لنا استوصي به خير، استوصي به خير. طيب هنعمل ايه بقى؟ شوف، ثم قال يا ابا ذر ما فعل الغلام الذي اعطيتك؟ عمل ايه؟ قال يا رسول الله امرتني ان استوصي به خيرا فاعتقته. يعني قعد سيدنا ابو ذر يفكر ايه اكتر احسان ممكن يحسن به الى هذا الغلام. مش بقى يعني انا بقول يعني سبحان الله، يعني المفترض ان احنا عمالين نتكلم يعني نبقى عمالين عايشين في التنافس، في التنافس في الاحسان الى ذلك الانسان، مش نبقى يعني همنا ان احنا
نحاول نوقف سيل الإيذاء والاعتداء اللي بيتعرض ليه. فدي مسألة مهمة، دي مسألة في غاية الأهمية. طيب أنا أستعملها إزاي مع طفلي؟ إن أنا برضو ابني أقول له كده، أقول له حبيبي أنت دي نعمة ربنا ليك أخ، إن أنت ربنا يديك الأخ ده. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا إنه يكرمك بأخ، فربنا أعطاك أخ. فلما ولد فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك، بيقول لك لا تضربه، خذ هذا ولا تضربه. فازاي حبيبي تعمل فيه كده؟ ده صاحبك، ده صديق، ده مش عارف ايه، دي اختك. النقطه الثانيه ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصي بخير، انت بتحب النبي ولا لا؟ بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي بيحبك، يقول استوصي به خيرا. وبعدين انت نفسك هتبقى محتاج لكده، هتحتاج تعامل بهذا الشكل او تعامل بهذه الطريقه. الحقيقه الامر هو ذو شجون وفي كلام كتير، لكن انا حبيت زي ما قلت دايما يعني المح المحات واشير اشارات واطوف تطواف كده على بعض ما ورد من هدي حبيبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، علشان خاطر احنا في النهايه يبقى عندنا بعض الحاجات اللي ممكن نستعملها في ان احنا في العلاج الحكيم والمنهاج او التقويم السليم لهذا السلوك اللي ممكن يصدر من اطفالنا، سلوك الاعتداء على الانسان او الايذاء للانسان. ولازلت اؤكد على ان يعني للاسف الشديد مصدر كبير من مصادر المشكله دي عند الاطفال هو ما يرونه منا وما يكتسبونه من البيئه التي يعيشون فيها. فنسال الله عز وجل ان يهدينا الى سبيله القويم والى صراطه المستقيم، ونجعلنا اسعد الناس بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم بقى عن مسألة إيذاء الحيوانات أو إيذاء الحيوان، يعني كمان إيذاء الإنسان، نشوف إيذاء الحيوان وغيره والتخريب وغيره وما يحصل، وإزاي إحنا نتعامل مع الطفل في هذه الحالة أو نعالج هذه الأخطاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.